مفاجأة سارة من البنك الدولي لمصر، نمو هائل في أصول البنك المركزي وصرف دفعة جديدة من دعم المصدرين. أهلا بكم في حصاد الخميس الإخباري. بانكير، نبض البنوك. والبداية من القطاع المصرفي، حيث كشف المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن ارتفاع أصوله إلى 5.932 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 مقابل 5.916 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي. وأضاف المركز المالي أن مساهمات المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية سجلت 22.641 مليار جنيه، وسجلت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 49.705 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي. وأوضح أن إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ارتفع ليسجل 69.965 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 8.356 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي. وسجلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية لدى المركزي 2.43 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 2.94 تريليون جنيه بنهاية إبريل. وبلغت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية نحو 1.713 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 2.12 تريليون جنيه بنهاية إبريل السابق. ونروح لوزارة المالية وتصريحات مهمة للدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد فيها أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 62 مليار جنيه للمصدرين. وأضاف الوزير أن 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 ستبدأ اليوم الخميس في صرف 3 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل ويوم 8 أغسطس 2024، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي. ونروح للبنك الدولي، واللي أكد أن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية شهدت انتعاش بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024. وتوقع البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير موجز الهجرة والتنمية أن يؤدي خفض قيمة الجنيه المصري والاستثمارات الكبيرة من الإمارات العربية المتحدة صفقة رأس الحكمة واتفاقية بقيمة 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدفق الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية وتحويلات المصريين في الخارج هذا العام. وذكر البنك أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت بنسبة 15% إلى 55 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز تأثير الانخفاض الذي بلغ 3.2% الذي شهدناه في عام 2022. وأرجع التقرير الانخفاض الكبير في تلك التدفقات خلال عام 2023 في المقام الأول إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر أكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة على الإطلاق. أما عن آخر خبر معانا عن الصادرات، حيث حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023. ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى نحو 1.447 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع من 1.095 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2023 بزيادة بلغت قيمتها نحو 350 مليار دولار.
وكانت قائمة أهم السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة شملت صادرات عصير البرتقال المجمد، وبلغت قيمة صادراته نحو 30,410,000 دولار في الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 9,617,000 دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 20,793,000 دولار. يليها صادرات الخضر والفواكه بقيمة بلغت 31,890,000 دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 24,302,000 دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7,588,000 دولار. نهاية النشرة، إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.